اعتقد السيد الصدر هو كلامه واضح وصريح، خرج من العمليه السياسيه برمتها. واخر بيان او لربما مو اخر بيان، يعني في بيان احدى البيانات اللي خاصه بالسيد الصدر، اعلن براءته من كل من يبقى في هذه الحكومه ولا يدخل بالعمل السياسي نهائيا. ولربما من يريد من يقول بان السيد الصدر سيعود وسيتفاوض للعوده، لربما يريد ان يخلط الاوراق ويريد ان يعني اجج الشارع العراقي من جديد. اليوم السيد الصدر كلامه واضح، وخرج ب 73 نائب من البرلمان، ولا اعتقد انه بحاجه الى العوده، ولكن ينتظر من حكومه السيد السوداني ان يفي بوعده بانتخابات مبكره. واعتقد هذا ما جعل السيد الصدر ان يسكت عن العمليه السياسيه برمته، كونه وعدوه بان تكون هناك انتخابات مبكره. هذا هو سبب سكوت السيد الصدر انا اعتقد. لكن لماذا يتخوف الصدريون من